هذا البرنامج برعاية تقدر تحمل تطبيق ماي ليبيانا وتشوف آخر عروضنا وخدماتنا وتتواصل معنا أكثر. الطعم اللي يسمعنا. هذا البرنامج بمساهمة حكايتنا اليوم من طرابلس، تحكي عن شاب علاقته بالبحر والصيد. فريق البرنامج كان عليه تم الاستعداد للتصوير، بس الشاب ليه 3 ايام ما جاش للمكان اللي مفروض نلقوه فيه. هذا الشيء اللي خلى فريق البرنامج يتواصل معاه ويمشوا له لحوشه. فهني عرفنا ان الشاب كان متوقع التصوير بيكون قدام حوشه، فخلينا نشوفوا علاش جبناه للمرسى، وهذا اللي حنعرفوه. السلام عليكم. نهارك مبارك، كيف الحال؟ شو الاخبار؟ شو الاخبار باهي؟ انت وين لنا 3 ايام نستنوا فيك في المرسى؟ صحيح. ان شاء الله ربي يهنى على البلاد والعباد يا رب، ان شاء الله ربي يهنى على البلاد يا رب. شو اخبارك؟ والله في نعمة. شنو الامور؟ الاخبار تمام؟ كويس الحمد لله. اخبارك طيبة؟ اموركم تمام. والله تمام. فهموك الشباب على البرنامج تاعنا اسمه قدوة حسنة؟ يعني فهموك، قالوا لك في برنامج اسمه قدوة حسنة ونديروا معك لقاء. باهي تمام. شوي شوي ياخذوا يركبوا المايكات ونديروا لقاء 10 دقائق وتروح صقع الحكاية. تمام صقع. باهي إن شاء الله على الخير. يلا أول حاجة مساء الخير بيك. مرحبا. برنامجنا اسمه قدوة حسنة، يعني أي واحد صاحب حرفة سموه باسم قدوة حسنة. أعطينا اسمك بالكامل. اسمي أيوب الرطب، من منطقة الغرارات، سكان منطقة الغرارات سوق الجمعة. سكان منطقة الغرارات سوق الجمعة. إيه. أيوب، شن مهنتك؟ مهنتي بحار. بحار. إيه. تمام. شن تشتغل في البحر يا بحار؟ صياد. صياد. بحر. إيه. كويس. بصفة عامة كلها. أعطينا نبدأ مختصرة، كيف شن تشتغل في البحر وكيف تشتغل؟ بالنسبة لي يعني نخدم في موسم. ايه موسم الكوالي والسردين، هو موسم الصيف يبدا من نهايه 4 ولا بدايه 5 ويكمل لشهر 9 وبعد 9 في من يكمل لبعد 9.
بالنسبة لي أنا نخدم بحار عند رايس، يعني نخدم في موسم معه. يعني هو صاحب الفلوكة، هو صاحب الرزق، هو صاحب الرزق وصاحب العدة اللي نخدمه بها. أنت جي يعني منك الجهد بس، أنا هو جهد يعني صاحب الفلوكة وصاحب كل شيء. بالضبط، هو صاحب مطار وأنا مني الجهد والوقت. شن تخدم فهمني أنت معلم؟ نخدمه المباراة. بالنسبة لي أنا في الوقت الحالي نخدم في موسم طن، مش موسم طن، موسم كوالي وصردينة. يعني أنت شن تخدم؟ يعني أنت تخدم باليومية؟ نخدم بالباي اللي هي يومية. إيه يعني جي تخدم صاحب الرزق، جي تخدم معه، تخش مع البحر. ما نخش مع البحر كوي. يطلع حوت ينباع في السوق وكل واحد ياخذ حصته. تمام. الرأس ياخذ حصه والبحار عليه حصه. تمام تمام. والمطار هو عليه ديما من 11 ل 15 20 نفر مرات يكون عليها يخدموا عليه. ايه ايه ما شاء الله. قصدي باليومي كل يوم يطلع مجموعه ولا كيف؟ لا مع بعضنا نطلع ما شاء الله، لان خدمه المباراه تحتاج هيك كويس الناس هما. تمام تمام. وبالنسبه لي انا نخدم في موسم، حاليا نخدم في موسم. تمام. الموسم نخدم فيه من نهايه شهر 4 تقدر تقول لي شهر 9 ويقدر يستمر لي بعد 9، لكن انا لنهايه 9 ونوقف. نخدم على حاجه هو حوت الضي اللي هو الكوالي والسردينه وحاجات حوت الشعبي، وهذا توجهي للخدمه. تو لتو قاعد نخدم في المباراه، ما نعرفش الموسم هذا هل نخدمه والله لا. باي انت ما فكرتش انك تدير يعني بروحك، يعني تاخذ قارب ولا تدير مشروع بروحك؟ في فتره فكرت ندير وقابلوني وكانت عندي فرصه اني ندير الحاجه هي، لكن كانت عندي خدمه البريد. تمام كويس. سدتني كويس، لكن لما صارت خساره في البريد اوكي ما عادش لايمت حتى ناخذ. ما يسمعش يعني، يعني ماش ما تقدرش تشري يعني. ما قدرتش ندير حاجه بروحي، لان حتى هم غلوه هلبا. توز دي فلوكا فايبر وموتورها كويس توصل حتى ل 40-50 ألف. صحيح. يعني راس مال كبير هلبا. صحيح. انت متجوز؟ ايه. عندك اطفال؟ لا تو لا ان شاء الله ربي. متجوز تو ما لي سنه ما شاء الله. ان شاء الله ربي يجزاك ربي يطعم بالصغار يا رب. بارك الله فيك. به احكي لنا بهي، لما قصدي انت يعني تو احنا اللي نعرفوه يعني ان اللي يشتغل في الحوت يقول لك كويس يعني طلع في فلوس. الناس كي واخده فكره ان اللي يشتغل في الحوت، لانه وين تجي تشتري الحوت تلقاه غالي. تلقاه غالي. ايه شوف، والناس عندها فكره انك انت تو انت شرحت لي انك انت تخدم تحت رايس وتخدم باليوميه وتخدم بكذا كذا قصدي، لكن الناس لما تعرف ان الحوت غالي يقول لك ما شاء الله يكسبوا حتى اللي يخدموا في الحوت. اللي طلع في الحوت مش زي اللي يبيع فيه برا. يعني احنا لما نبيعوه جمله وهو يبقر فيها ذاك. هذاك هو اللي بيتحكم في السعر مع الزبون، احنا ما نبيعوش للزبون مباشر على طول. تمام. يعني زي اللي نخدموا فيه احنا مثلا صندوق السردينه يوصل مرات ل 60 جنيه حب الخلاق، تلقاه في السوق يبيعوا فيه ب 10 جنيه كيلو. والصندوق فيه 20 كيلو ولا 27 ولا 25 كيلو، يعني مطلع فيه مبلغ كبير. تمام. يعني هو اللي بقالته هو اللي يتحكم في السوق في السعر. مش عندنا احنا. وماشي الامور الحمد لله، حتى الخدمه هي تدير فلوسها. اكيد هو رسمه في حال تبدا رزق، في حال تبدا رزق ليك وتشد الخدمه مزبوط. ايه ان شاء الله ربي يهن عليك وتدير رزق بروحك باذن الله، وان شاء الله تخدم ويا ما فيش. اسمع اللي عند ربي مش بعيد راه. ايه اللي عند ربي هو ماهوش بعيد. اكيد قصدي انت اقول درت مشروع او بدايتك من 2003 2004 بعدين درت مشروع ولكن وليت للحوت. يعني انت اللي ماشي معك هذه مهنتك اللي هي الحوت. نحبها المكان هو نحب البحر ونحب توجه الحوت. ما تفكرش انك انا حتى لما كنت نخدم في البريد الصيف ما نسيبش في البحر، لازم نجي ضروري. يعني ضروري يا غطسه يا ناخذ فلوكه حتى كي ما نخدمش، المهم بنسير واحد، المهم بنطلع. باهي تو انت لما تخدم مع شخص يعني زي ما قلت يعني المصروف كويس، يعني سد يفتح بيت زي ما انت فتح بيت يعني ولا ايه اللي بيخدم وبيشد روحه. ايه في ناس فاتحين بيوت. انتوا تخدموا انتوا الخدمه في الصيف كويسه، لكن انتوا زي الجو هو يعني ويقول لك الشتاء واللي يقول لك الصقع ما فيش حوت يقولوا. ما هو الحوت يعني؟ الحوت مواسم، في انواع من الحوت موسمها توا يعني يخدموا على النوع اللي جاي توا، وفي الصيف في انواع ثانيه حتى هي. زي توا الموسم ها قاعد شويه كلامار، وشهر 4 قريب يكمل هو موسم القرنيط. كويس. تمام. لكن في حال خدمت على موسم القرنيط والكلامار والسيبيا ايه فيها فلوس مليحه، فيها خدمه كويسه. يعني حتى في الشتاء في خدمه، لكن بتوازي يوم كويس، مش حتقدر تطلع في الشتاء ومطر وريح وبحر هايج. كويس. تمام.
وباهي تو انت لما جيت تخدم عند رايس زي ما قلت تخدم مع شخص يعني صاحب الرزق يختلف كل واحد بيوميته ولا كل واحد على حسب شغلك انت علاش انت تفاهم وعليك انت علاش انت تفاهم انت والرايس وعلى حسب خدمتك يعني اه الشغل فيه مشقة يعني تعب هلبة بالنسبة للمباراة هذه اللي نخدم عليها انا نطلع الساعة 5 العصر مرة نروح ثاني يوم الساعة 7 الصبح تقعد في البحر نقعد في البحر يعني ليلة بتباتها في البحر بات في البحر ايه خاطي هذه جرافة كان خدمت بجرافة بتقعد حتى 10 ايام في البحر عادي احنا نشوف تمشوا من هذا الزمن ما فيش اي اشكالية عادي ما يقول لي تو احنا البحر في ناس يجي يقول لك البحر يودي ما فيش شغل يا ودي البحر زي ما قلت انت في مواسم لكن تو لما واحد يجي ويقول انا نبي نشتغل في البحر يلقى شغل على طول في حالة خادم بحر قبل حيحصل بحر حيحصل خدمة في حالة يكون خادم بحر ولد بحر يعني ايوه لا وفي ناس خشت معانا وهي مش خادمة بحر بكل وتعلموا وولوا رياس ما شاء الله يخدموا ما شاء الله أكبر بالنسبة لمعدات الصيد هل هي غالية رخيصة على حسب في معدات غالية وفي معدات رخيصة وعلى حسب جودتها وعلى حسب توفرها في السوق تبدأ ناقصة بتزيد سعرها زي أي حاجة الحاجة الكويسة شن هي جودتها منين يعني خش على حتى الصيني ايه في حاجات صينية وفي حاجات كويسة تعرفش تو البضاعة لي فترة منقطعة عليها الحد حكم أنا ما عنديش فلوكة وما عنديش انت جيت تخدم بس انت أيوة ما لكش علاقة بالبضاعة وبالفلوكة وحاجات لكن زي لكن اللي نعرفه نشبع فيها مرة تزيد ومرة تنقص طبعا استغلت انتباهها معاي بينما المفاجأة كانت قدامه وما كانش منتبه لشيء باهي وانتم لما تطلعوا يعني زي ما قلت لي مثلا في المواسم وتشدوا مثلا في السردينة وتشدوا في كذا كذا يعني كده فيه تخدموا بطعم وحاجات زي هي لا نخدموا شباك شباك ايه ايه نخدموا شباك هي فكرتها ما تنشرحش لنشبحها بالعين فلوكة وعليها مولد وفيها فلاشات وبدأوا بتستنى الحوت لين يلم تحتها وبعدين ندور عليها شبكة والشبكة بيقيموها 15 نفر وقداش تخش مسافة داخل بالبحر توصل المية تحتك توصل حتى ل 40 50 مرات 60 متر 60 ايه بلاطة ايه ما تغطسش انت يعني انا كنت مغطس لين صار لي مشكلة فوداني بعدين سيبت ايه والله والله باي بنت ويسان ومن الريح ما نتحملاش لازم طاقية ولا حاجة ما اطلوش عليك طبعا احنا برنامجنا اسمه قدوة هو برنامجنا قلنا لك اسمه قدوة حسنة احنا برنامجنا اسمه ارزاق تساق وليس قدوة حسنة ارزاق تساق اللي هو اليوم شايل لك رزق اللي هو احنا سبب لا اكثر ولا اقل في هذا الرزق من رب العالمين طبعا ايوب ما كانش ملاحظ القارب قدامه يعني يدير لك مشروع احنا طبعا مشروع صغير لكن ان شاء الله ربي يبارك لك فيه واحنا سبب لا اكثر ولا اقل في هذا الرزق اللي هو قارب هو بضاعتك ولك بارك الله فيكم بارك الله فيك ايش تضحك مش عارف كانت متوقعة حاجة غريبة والله كيف حاجة غريبة ما اعرفش لا شكرا جزيلا بزيفتك انت أدرى بيه كامل بالبحر وتطلع وتخدم على راسك وان شاء الله ربي حاجه حلوه عليك. حاجه حلوه منكم حق ان شاء الله ربي يبارك لك فيه وتبدا رايس كبير ونشوف ناخذ منك الحوت ان شاء الله خذوه ببلاش ورخصنا بالحوت ان شاء الله وان شاء الله ربي يبارك لك في رزقك وان شاء الله يكون فاتح الخير عليك وعلى اسرتك وعائلتك بارك الله فيك ان شاء الله ربي يكبر لك المشروع وتاخذ واحد واثنين وثلاثه ان شاء الله ربي يفتح عليك يا رب شكرا جزيلا شكرا يلا السلام عليكم شكرا بارك الله فيك مع السلامة
صبرا يا من ضاقت به الحياة، فلو تعلم ما لك عند الله لبكيت فرحا. هذا البرنامج برعاية تقدر تحمل تطبيق ماي ليبيانا وتشوف اخر عروضنا وخدماتنا وتتواصل معنا اكثر. الطعم اللي يجمعنا. هذا البرنامج بمساهمه